السلام عليكم شباب بريبتو ان شاء الله النهارده هنحل مع بعض اكزام نمبر 8 المنوفيه نريد فرع الجبر اند ستاتستكس العام 2022 طبعا شباب بنسيب لكم لينك البلاي ليست للالجبرا والجيومتري في الكومنتات والديسكربشن ادخل على اللينك ده عشان هيبقى فيه كل الفيديوهات سواء 2022 او 2023 استعدوا لمراجعه قويه جدا عشان تدخل تقفل باذن الله اعمل اللينك ده سيف عندك عشان تتابع كل الامتحانات اللي هتنزل واللي فاتتك تعالوا بقى نبدا بسم الله الرحمن الرحيم بالصلاه والسلام على رسول الكريم في نمبر 1 بيقول لي تشوز ذا كوريكت انسر فروم ذا جيفن انسرز نمبر 1 اف اكس بلس واي ايكوال 3 ذن 7 واي بلس 7 اكس ايكوالز طبعا هتلاحظ ان احنا نقدر ناخد هنا ال 7 هاي كومن فاكتور فلما ناخد ال 7 من هنا يتبقى ال واي ولما ناخد من هنا ال 7 يتبقى ال طب ال اكس بلس الواي دي بكام؟ ب 3 3 تايمز ال 7 21 نمبر 2 The multiplicative inverse of 3 power negative 1. طيب مبدئيا ال power negative ينزل تحت بال positive، تبقى 3 power 1 وال 1 خلاص مش محتاجينه في حاجة. هو عايز الم multiplicative inverse ده اللي هو 3 over 1. نمبر 3 بيقول لي for any event A subset of S اللي هي السامبل سبيس. probability of A نقط closed interval from 0 to 1. ال probability of A هو بيبقى نمبر فنمبر يبقى لازم هيبقى موجود هنا موجود هنا يبقى بيلونج تو نمبر 4 بيقول لي if 4 power x plus 1 equals 20 then 4 power x equals طبعا ال 4 power x plus 1 ديت هما معمولهم بلس الباورز معمولها بلس فاحنا لازم نعمل لهم ملتبلاي 4 power x times 4 power 1 equals 20 ال 4 power 1 ب 4 يبقى عشان تجيب ال 4 باور x هتعمل 20 divided by 4 20 divided by 4 equals 5 نمبر 5 بيقول لي if x باور 2 minus 2 xy y plus y square equals 36 then x minus y equals طيب لو لاحظت ده perfect square طيب نعمله ازاي ناخد الروت لده والروت للسيرد والسين بتاعت الميدل ونعمل باور 2 كل ده ب 36 يبقى عشان تجيب ده بس الاكس ماينس 1 حتى الاكس ماينس واي اسف هتاخد الروت لل 36 بس ما تنساش البوزيتيف والنيجاتيف بوزيتيف اور نيجاتيف روت الـ negative, 36 6 يبقى الليتر بي نمبر 2 بيقول لي Complete the following statements نمبر 1 The probability of the impossible event ايكوالز الحدث المستحيل 0 نمبر 2 بيقول لي اف اكس ايكوال روت 5 2 Then x square x square yeb add root five plus two power two. And i the first square root five bar two five. El second square two bar two four. Sine of the middle two times the first times the second. Two times two four times root five to four root five. Four plus five tib a nine plus four root five. A nine plus four root five. نمبر 3 بيقول لي في اكس بار 3 بلس واي بار 3 ايكوال 63 اكس بلس واي ايكوال 9 يبقى اكس سكوير ماينس اكس واي بلس واي سكوير اجمل ما يكون هو جايب لك الفاكتوريزيشن جاهز انت لما تيجي تعمل الفاكتوريزيشن لده هيبقى براكت صغير وبراكت كبير هنا هتعمل اكس بلس واي وهنا هتعمل الفيرست سكوير بعد كده السكند سكوير بعد كده انفرس للساين و اكس واي بص بقى ده كده ب 63 وده كده ب 9 يبقى ده بكام 9 تايمز 7 نمبر 4 بيقول لي ذا سوليوشن سيت اوف ذا ايكويشن اكس باور 3 9 اكس 0 از نوت وير اكس بيلونج تو ار طبعا هناخد الاكس هنا هيكون فاكتور ويتبقى من هنا كده بتعمل اكس اوفر اكس تبقى اكس باور 2 minus 9 ايكوالز فهنقول اما الاكس ايكوال 0 او الاكس باور 2 ماينس 9 ايكوال 0 طبعا دي ب 0 خلاص ودي في تو وايز النيجاتيف 9 تروح هناك بالبوزيتيف ولما تاخد الروت لل 9 ما تنساش البوزيتيف والنيجاتيف تطلع بوزيتيف ونيجاتيف 3 يبقى السوليوشن سيت بتاعك 0 و3 ونيجاتيف 3 نمبر 5 بيقول لي If 2 power x equals 15, 2 power y equal 5, then 2 power x minus y. Lau dual subtraction. أصلهم divided by هنا x and y. If 2 power x be 15, with 2 power y be 5, 15 over 5, 3. Number 3, letter A be put in its simplest form 3 power 2x plus 1 times 25 power x over 15 power 2x. طبعا دول معمل لهم بلس يبقى اصلهم ملتبلاي افصلهم كده وال25 هنعملها 5 باور 2 باور اكس وال15 هنعملها 3 باي 5 باور 2 اكس يبقى دي 3 باور 2 اكس تايمز 3 تايمز هنا هنعمل ملتبلاي باورز يبقى 5 باور 2 اكس

نعمل فاكتوريزيشن اكس اكس, إكس. تو نمبرز برودكت بتاعهم 12 والسبتراكشن بتاعهم ب1 يبقى 4 تايمز 3 دول 3 اكس طالما دي نيجاتيف يبقى الجريتر زي الميدل ودول 4 اكس طبعا الساين دي بالنيجاتيف يبقى الجريتر زي الميدل واللي هو بوزيتيف دول 3 اكس ودول 4 اكس ال 4 اكس دول هيبقوا زي الميدل بالايه بالبوزيتيف وده نيجاتيف هنقول

x plus 1 over x equal root 3 what is the value of the expression x power 2 plus 1 over x power 2 طيب احنا محتاجين نجيب الفاليو بتاعة الـ x طبعا عشان نجيب الفاليو بتاعة الـ x number 4 لتر a بيقول لي if x not equal to 0 x plus 1 over x equals root 3 what is the value of the expression x power 2 plus 1 over x power 2 موضوع بسيط جدا انت محتاج تعمل power 2 هنا عشان توصل للشكل ده وباور 2 هنا يبقى هتبقى x باور 2 الفيرست سكوير سكند سكوير ساين اوف ذا ميدل 2 تايمز الفيرست تايمز السكند تعال نعملها كده على جنب 2 تايمز x تايمز 1 اوفر x دي تكنسل مع ده تبقى 2 روت 3 باور 2 ب 3 تبقى دي x باور 2 بلس 1 اوفر x باور 2 وال 2 تروح هناك بالنيجاتيف تبقى 3 ماينس 2 يبقى x باور 2 بلس 1 over x وار 2 equals 1. لتر بي بيقول لي a group of cards numbered from 1 ل 15 if 1 card is drawn at random. يعني تم سحب الكارد منهم ترقع شويه. write the sample space. طيب sample space ده مراه سهل خالص. ليا 1 2 3 4 انا حابب اكتبهم كلك كل لسبب ما كده. 8 طب مستر هو في طريقه ثانيه اه ممكن تعمل نقط كده to 15. تمام؟ 11 12 13 14 15 طب بص كاتبهم ليه عشان نعرف نختار منهم اللي هو عايزه بيقول لي find the probability that the number on the drawn card is a multiple of 6 يبقى the probability of drawing a card carrying a multiple of 6 equals multiple of 6 multiples بتاعت 6 اللي هي 6 12 بس كم نمبر دول 2 over 15 طيب the probability of drawing a card سحب card يعني carrying an even prime number خلي بالك السؤال ده جميل جدا ليه؟ لأن الـ only even prime number هو الـ 2. واوعى تروح تكتب 2، لا هو نمبر واحد يبقى 1 over 15. في نمبر 5 لتر ايه بيقول لي each of ذا following بيرفكتلي، نمبر 1 8x باور 4 بلس x، طبعا واضح إن في هنا x نقدر ناخدها هاي common factor. لما نعمل هنا اوفر x وهنا اوفر x تبقى 8x باور 3 و8 x over x بـ 1. نعمل تو brackets ال 8 ب 2 الكيوب روت ليها يعني ودي ب x والكيوب روت لل 1 ب 1 الفيرست سكوير تبقى 4 x سكوير السكند سكوير تبقى 1 وانفرس للساين تبقى نيجاتيف فيرست تايمز السكند تبقى 2 x نمبر 2 x بار 2 نعمل ديستريبيوشن y تايمز ال x تبقى XY وواي تايمز 12y تبقى 12y سكوير. بعد كده نعمل 2 براكتس x تايمز الاكس عايزين 2 نمبرز برودكت بتاعهم 12 والسبتراكشن بتاعهم بايه؟ 1. مفيش غير ال4 وال3. طبعا بما ان دي نيجاتيف يبقى الجريتر از الميدل بوزيتيف. دول 3x دول 4x يبقى هنا البوزيتيف وهنا النيجاتيف. ما تنساش بقى حاجة مهمة جدا. دي 12 واي سكوير، طلبة كتير بتنساها يبقى هتكتب هنا واي وهنا واي، أعملها لك بلون مختلف عشان طلبة كتير جدا هتنسى لأنهم مش متعودين إن يبقى في هنا حاجة سكوير. في نمبر بيقولي 3 بيقول لي إكس بار 3 ماينس 3 إكس بار 2 بلس 6 إكس ماينس 2، طبعاً مش أي نوع من اللي إحنا عارفينه غير إن إحنا بناخد هيكون فاكتور. يبقى هناخد الإكس بار 2 هيكون فاكتور. هنا أوفر إكس بار 2 وهنا أوفر إكس بار 2. x باور 3 اوفر اكس باور 2 تبقى x ودي تتكنسل مع دي تبقى 3 بعدين ناخد ال 6 هاي كومن فاكتور عشان دي 6 و 18 اوفر 6 اوفر 6 دي تتكنسل تبقى x و 18 اوفر 6 ب 3 بعدين ناخد ال x 3 هاي كومن فاكتور ناخدها من هنا يتبقى x باور 2 ناخدها من هنا يتبقى 6 نمبر 4 بيولي 3Y باور 2 بلاس 7Y ميناس 6 هنعمل فاكتوريزيشن عادي خالص أدي 3Y تايمز Y وال6 في كذا كيس 1 باي 6 3 باي 2 6 باي 1 لازم تجرب طيب أنا أفضل هنا 3 مثلا باي 2 واجرب دول 3Y ودول 6Y 3Y و 6Y لا ما ينفعوش لأنه 3Y لو جينا على جنب كده و6 واي البلس بتاعهم 9 والماينس 3 وانا عايز ال7 طب بدلهم انا بجرب معاك اهو هنا 2 وهنا 3 جرب كده 2 واي و9 واي لما اعمل لهم ماينس يبقوا 7 واي ايوه بس انا عايز الجريتر از الميدل دول ال9 ايوه هنا يبقوا دول بوزيتيف وده نيجاتيف تبقى دي نيجاتيف 2 واي وبوزيتيف 9 واي تبقى بوزيتيف 7 واي letter B will find the solution set of the equation where x belong to R x باور 2 minus 10 x equals negative 21 طبعا negative 21 دي هتدخل بالpositive يبقى x باور 2 minus 10 x plus 21 equals 0 هنعمل factorization ال x power 2 عبارة عن x times x عايزين 2 numbers the product بتاعهم 21 وال summation بتاعهم 7 uh, 10 ال 21 عبارة عن 7 times 3 دي بوزيتيف يبقوا الاثنين از الميدل نيجاتيف ونيجاتيف ايكوالز 0 هنقول كده x ماينس 7 ايكوالز 0 x ماينس 3 ايكوالز 0 يبقى النيجاتيف 7 تروح هناك يبقى x ايكوالز 7 والنيجاتيف 3 تروح هناك يبقى x ايكوالز 3 يبقى السوليوشن سيت بتاعنا اللي هي 7 و 3 Letter B will find the value of n where n is an integer. عدد صحيح 4 تايمز ان 4 تايمز 2 باور ان 5 1 طيب اول ستيب كده معانا ان احنا نحاول نخليهم كلك 2 باور حاجه يعني دي كده نخليها 2 باور 2 ودي 2 باور ان تايمز 2 باور 5 جميل عملناها ملتبلاي ما هي بلس وال1 اخليها 2 باور 0 اجمل ما يكون

كده يا شباب يكون انتهى الإجزام نلتقي في الإجزام القادم إن شاء الله أتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو للاستفادة الأكبر والأكبر طلبة جميع المراحل عرض السنة دي مش هيتكرر عرض الأونلاين طلاب البرايمري جريد 4 و5 و6 زي ما هو موضح كده سعر السيشن 30 جنيه للطالب سعر رمزي السيشن تبقى طالبين مدتها ساعة وساعة كافية جدا ووافية ودعم تجربة لأنه منهجهم سلس وبسيط رغم إن هو كبير ككم لكن سهل وبسيط وإن شاء الله نخلصه في وقته وكده كده معانا مرونه ان احنا نزود سيشن زياده او كده ونظبط الدنيا. بالنسبه للطالب بريب 1 بريب 2 بريب 3 زي ما هو موضح برده بريب 1 تبقى الميزه فيها ان هي لطالب واحد فقط وده عرض برده استثناء السنه دي لان الموضوع ده هيتغير هيبقى جروبس ان السنه الجايه هيبقوا اتنين وتلاته فالموضوع السنه دي استثنائي. 40 جنيه لطالب بريب 1 50 جنيه لطالب بريب 2 و 60 جنيه لطالب بريب 3. برضو وقت الحصة ساعة رغم ان هو طالب لوحده لان وقت الحصة ساعة وزي ما هو موضح اهم حاجة انك تكون محمل ابلكيشن جوجل ميت هو متاح معانا زوم برضو بس ابلكيشن جوجل ميت افضل كتير من زوم فهو ابلكيشن سهل وسلس وبسيط بتحمله من على البلاي ستور بتكتب جوجل ميت ينزل معاك بكل سهولة وطبعا الدفع بيبقى عن طريق فودافون كاش وباكد انه تاكيد السيشن بيبقى بدفعها مسبقا لان احنا مش بنبدا نشتغل او مش بنبدا السيشن غير لما تكون مؤكده مسبقا السيشن دي عشان تفهم احنا بنعمل فيها ايه بنعمل فيها كالتالي السيشن دي بتبقى ملك للطالب يعني الطالب بيقرر فيها يحل فيها اكزامز طب يا مستر ما انت بتحل لنا الاكزامز افترضنا ان في طالب ما فهمش من الفيديوز فممكن يفهم من الاونلاين اكتر طالب حابب نحل قبل ما يستنى الفيديو ينزل على اليوتيوب فيحل قبلها طالب حابب يراجع ويبدا المنهج من الاول في وقت يا مستر اه ان شاء الله في وقت رغم ان احنا في خلاص فاضل وقت قليل على الامتحانات الا انه نقدر نشرح المنهج كاملا بامر الله لان احنا بنكثف سيشنز وممكن ناخد سيشن واثنين في اليوم وحصلت مع طلبه كتير طيب حابب نحل اكسرسايز بتاعت ليسون معين ريفيجن نشرح اجزاء معينه من المنهج مجمع شويه اسئله واقفه معاك وحابب تفهمها اتواصل على رقم الواتساب اللي ظاهر قدامك طول الفيديو ده اتواصل عليه ونظبط مع بعض الميعاد ونشوف ايه اللي انت حابب نعمله في السيشن دي ونركز عليه ونشتغل عليه ونشتغل على نقط الضعف بتاعتك في الماس بشكل عام وبشكل اخص الحاجات اللي انت بتحددها فالسيشن دي هتفرق معاك جدا وبالاخص ان هي السنه دي سعر استثنائي مش هيتكرر فما تفوتش الفرصه والحق تواصل معانا على الواتساب والحق احجز معادك قبل ما المواعيد تكتمل وفي الاخير يا شباب اتمنى تكونوا بتستفيدوا من الفيديوهات بشكل عام بدون ما ترجع للاونلاين احنا بنحاول بامر لا ننزل المحتوى كامل نحاول نحل كل الامتحانات حلينا كل الاختبارات التراكميه فما تبخلوش مع علينا بدعمكم باللايك والشير والسبسكرايب شير في كل مكان عشان القناه تنتشر وتكبر كومنتاتكم الايجابيه صدقوني بتبقى دافع كبير لينا عشان نكمل وفي الاخير يا شباب دعواتكم عشان نقدر نكمل ونعمل محتوى كامل مجاني ونطوره كل سنة عن اللي قبلها وأتمنى لكم في الأخير كل التوفيق شكرا وسلام الله عليكم